حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الثقافي الأسبوعي بيت القصيد. حيا الله أهل بلاد الرافدين. ضيف هذا العدد من بيت القصيد شاعر يمر الفرات من على وجع مدينته دير الزور السورية، سوريا الجراح المستمرة والقصيدة الهادرة الثائرة التي لا تقبل الهزيمة، سوريا التي أبدع الشعراء بوصفها وبنزفها كذلك. مشاهدينا، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو. معنا الشاعر الأستاذ مناف بعاج من دير الزور في سوريا. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد سيد مناف. حياكم الله وبياكم أستاذ مصطفى، الله يبارك فيك طيب ويسلمك. بداية أستاذ مناف، الشعراء أربعة، من هم؟ الشعراء فعلمن أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاء هذا مثل يعني امرؤ القيس كما يقال، وشاعر ينشد وسط المعمعة، الناس تستمع له حتى لو كان يعني يجذبها، وشاعر لا تشتهي أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. من الذي ربما لا تستحي أن تصفعه؟ يعني في هذا الزمن الذين يظنون أن الشعر مجرد وزن. طبعا أول خطوة في الشعر هو الوزن، يعني ما هو الفرق بين النثر والشعر كما يجعل لذلك العلماء حدا؟ يقولون الشعر هو كلام موزون مقفى، لكن ليس معنى أنك حزت الوزن أنك أصبحت شاعرا، لا، هذا ناظم. جميل. فإذا حزت الوزن أنت يعني وضعت قدمك على الخطوة على الطريق الأولى. فإذا اكتفيت بالوزن صار نظما. يعني الآن عندما يذكر شعر العلماء هذا وصف ذم ليس وصف مدح. العلماء كانوا يستخدمون الأوزان للمنظومات لتحفيظ لتثبيت قاعدة معينة، تمام، معلومة لذلك معينة. كانوا يستخدمون بحر الوجز. لذلك البحر الوجز ماذا يسمى؟ يسمى حمار الشعراء، لأنه أي من يأتي يستطيع أن يمتطيه، ليس كالفرس الأصيل، الفرس يحتاج إلى فارس حتى يستطيع أن يقودها، فلا تسلس قيادها إلا للفارس. أما عزك الله الحمار، أي من يأتي يمتطيه، فكان يسمى الوجز حمار الشعراء، أي من يأتي ينظم عليه. فالوزن الذي يكتفي بالوزن ويكتب كلام يعني لا قيمة له، هذا لا تستحي أن تصفع. شاعر ينشد وسط المعمعة، من هذا الشاعر وأين نجده في هذا الزمن؟ فهذا يعني الآن شاعر يجري ولا يجرى معه قد لا يكون في هذا الزمن إلا قليل. يعني الصنف الأول، فشاعر يجري ولا يجرى معه، يوجد منهم قليل، يعني كمثلا نزار قباني، عبد الشاعر عبد الواحد، عبد الرزاق عبد الواحد شاعر، الجواهري البردوني، عبد الرزاق عبد الواحد مع أنه تلميذ الجواهري كما يقول، لكن أنا أرى أنه يعني فاق الجواهري. برغوثي مع أنه يعني كثير من آرائه لا أحبها، لكن شاعر. تميم برغوثي. فهذا الزمن في شعراء قليل يجري ولا يجرى معه. تأتي إلى الصنف الثاني، ينشد وسط المعمعة، يوجد. أنا رأيت في إسطنبول يعني من عندما كان في جمعية شعراء العرب في ملتقى الشعراء العرب، كان يوجد من هؤلاء الشعراء يعني أيضا عدد، لكن كان منهم أيضا من لا تشتهي أن تسمعه. جميل هذا يعني التصريح. الشاعر الذي لا تشتهي أن تسمعه، يعني هذا المشكلة، هذا الذي يظن يعني هو لا يعني لا يصدق إن قيل له إنك من الصنف الثالث. نعم. فليحمد الله أنه من الصنف ولولا الثالث. ولولا هؤلاء لربما لم يبرز الآخرون الأجمل، يعني لولا القبح لما عرفنا الجمال. وبضدها تتميز الأشياء. نعم. لا يعرف جمال الفجر إلا بعد أن تشتد حلكة الليل. أحسنت. إذا أردنا أن نتحدث الآن سيد مناف عن فكرة الشعر في زمن الحرب، ألا يزال الشعر مجدياً في زمن الدماء السيالة التي تملأ الشوارع والقذائف ودوي الطائرات وأزيز المدافع؟ هذا قد السؤال كان يعني كان يتوارد على القدماء، فماذا قال عنترة؟ نعم. قال ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطو من دمي فوددت تقبيل الرماح لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. استطاع أن يستخلص غزلا من وسط المعمعة،
فالآن أيضا تستطيع في الشعر يعني الشعر مهماز، يعني بعض الناس يظن يقول لك ماذا ينفع وقت الحرب، لا يا أخي مهماز يحرك مشاعر الناس. نعم. يعني في قصائد تستطيع أن تقلق الجموع وتحركهم، لكن والعرب كما يروى في الأثر لا تترك الشعر حتى تترك الإبل الحنين، الحنين صوتها الذي تقوله الإبل، هل تترك حنينها؟ أبدا. لا تترك الحنين، لا يمكن. فلذلك الشعر العرب لا تترك الشعر. نعم. يعني مهما كان حتى في زمن الحروب هناك أشعار. طيب اللي يعني نذهب في العميق فيما يتعلق به زمن الحروب، شاعرنا مناف بعاج من سوريا، هذه الدماء السيالة بمقابل حبر يكتب، ألا تعد، هل ترى أن هذه القصائد التي تكتب على قدر هذه الدماء التي تسيل؟ هل استطاعت هذه القصائد أن توثق هذا الجرح وتكون على ذات القدر والمستوى؟ ماذا يقول الأستاذ مصطفى عصام العطار؟ نعم. شفاه الله، يقول عذرا إذا ظهرت آثار الجراح من كتاباتنا، لأننا لا نكتب بالمداد وإنما نكتب بالدم. ويقول ابن المقفع القلم أنف الضمير، فإذا ضعف الضمير كتب القلم. فأحيانا إذا كان الشاعر كتب القصيدة بدمائه، لا أقول بدمائه يعني بدمائه كأنها معجونة بخلايا جسده، فستجد ستشم رائحة الدماء منها، وستشم رائحة البارود الذي يكاد يتطاير من بين حروفها. إلى القصيدة الأولى التي ربما يتطاير البارود من بين حروفها، وربما كانت تحمل الورود والياسمين، خذنا إلى أولى القصائد، تفضل. يعني في أنا رأيت في ماذا؟ قبل أن هذه القصيدة كتبتها من قبل ولكنها عادت الآن يعني تنسجم مع الذكريات والواقع الحالي الذي نعيشه. أنا أعرف شخص هرب من الموت، مهندس، كانت تزامنت مع قصة هذا إيلان الكردي. نعم. من مدينته هو هرب من الموت حرقا فمات في البحر غرقا. أي نوع من أنواع الموت ظل أن يجربه العرب حتى يشعر بهما دعياء الإنسانية؟ فهذه قصيدة دماء ودموع. إليها إذن، تفضل. حريق القهر لم يسمع بكانا، حريق القهر، وماء البحر لم يغرق سوانا. من جديد. حريق القهر لم يسمع بكانا، وماء البحر لم يغرق سوانا، وضاقت كل هذه الأرض فينا، ولم تدري العروبة ما دهانا. تحاصرنا برواميل المنايا، وتهدينا الحرائق والدخان، وينحرنا مع النكبات جوع وخوف كم يضعضع من خطانا. ويا وطني ثكلتك بعد عز، وقلبي صار يستجدي الحنانا. تفرقنا على الأبواب حتى عوانا من فراقك ما عوانا. تضمد ما تضمد من جروح، وجروحك نازف يشكو الهوانا. أما ضمدت من لبنان جرحا فعاش لديك محترما مصانا؟ أما جاء العراق إليك يوما فصار هناك حرا لا يدانا؟ وحين أتاك مجروحا كويت لثمت جراحه حتى استكانا. الله. حويت الناس كلهم جميعا وهذا الكون طرا ما احتوانا. وكنت تجير من قهر الدواهي فصرت اليوم مقهورا مهانا. سلوا التاريخ كم كنا كراما، ولم نمنع عن الدنيا قرانا، ولم نغلق بوجه الضيف بابا، ولم نغضب على أحد أتانا. فما عرف الضيوف مخيمات، ولا ذاقوا المذلة والهوانا. بلاد العرب ندخلها بفيزا، ودار الكفر تعطينا الأمانة. بلاد العرب ما جادت بدمع، وأوروبا تخفف من شقانا. بلاد العرب ما جادت بدمع، وأوروبا تخفف من شقانا. بلاد العرب باعتنا رخاصا، وكفر بلاد أوروبا اشتوانا.
فتات طعامكم إن تجمعوه سيشبعنا ويغرقنا عيانا. كفاكم يا بني الأعراب، الأعراب ليس العرب، كفاكم يا بني الأعراب فخرا فناو فخاركم أضحى الدخانا. أما في جمعكم رجل كريم؟ أما فيكم فتى يحمي حمانا؟ أما تدرون ماذا حل فينا؟ أما تتوجعون لما دهانا؟ فلو غرقت مراكبنا لديكم لما اتجهت لأوروبا خطانا. فلو غرقت مراكبنا لديكم لما اتجهت لأوروبا خطانا. خطانا، هذه الخطى لاعتقادك سيد مناف كيف لها أن تحافظ على هويتها من مشاريع ومخططات ومؤامرات التذويب في ظل بحث هؤلاء الناس، وهذا من حقهم، بحثهم عن حياة مليئة بالإنسانية، كيف يمكن لهم أن يحافظوا على هويتهم؟ سمعت مرة كلمة لأستاذ فلسطيني، نعم، يقول نحن نمسك المصحف بيد ونمسك بيد الأخرى حق العودة وقرار حق العودة. فالآن إذا يعني هذه تنسب إلى الفلسطينيين هذا الشيء، أنه مهما قيل ومهما عاش من النعيم لا بد أن يمسك يتمسك بحق العودة. العودة قد لا تكون إلى التراب الوطن، العودة إلى ذاتك، لأنه قد تكون أنت في بلدك وقد تكون غريبا يعني منزاحا عن هويتك، وقد تسافر لكنك متمسك بهويتك ومتمسك بلغتك، ولو مرت عليك كل الأعاصير فهذه الأعاصير وهذه الأمواج سوف تتكسر على جبل صمودك وترتد خسيئة حاسرة. أحسنت إجابة. دعنا الآن نتحدث عن الواجب الذي يقع على الشاعر في هذه المرحلة العصيبة من المراحل الصعبة التي تمر بها أمتنا. كيف يمكن للشاعر أن يخفف من آلام المعذبين، المجروحين، اللاجئين، وفي ذات الوقت يسعى إلى ترسيخ قيمة الهوية والحرية في نفوسهم والتشبث بأننا أمة ذات تاريخ؟ مجرد أنه كتب، أنا في أبيات كتبتها عن مسؤولية الشاعر، نعم، ففي هذا الزمن، نعم، فالشعر أعظم من قول ندبجه، فإنه بفؤاد المرء معجون. والشعر إن لم يخيط جرح أمتنا فإنه منزل بالزيف مسكون. والشعر إن لم يقد للمجد مركبنا فإن كاتبه المسكين مغبون. لا خير في الشعر إن لم تنفجر همما من بعده بأعادينا البراكين. ما نفع أحرفنا إن لم تثر غضبا أو لم تحد بفحواها السكاكين. الله، الحروف جميل. يجب أن تحد بها السكاكين أقناعة، حتى جميل المعنى، يعني يجب أن يعني يعجن. قال لا يكون المرء صادقا أو لا تتأكد من صدقه حتى تكاد تشم رائحة الشواء المنبعثة من قلبه خوفا وحرقة على أمته وعلى لغته وعلى دينه. إذا أردنا أن نتحدث عن مناف بعاج وما يتطلع إليه من وراء تجربته الشعرية وهذه المسيرة الممتدة، ما الذي تريده من القصيدة بصراحة؟ بصراحة أن يعني في نقطة أذك، يعني إذا حضرت فيلم الأسد الملك تبع برامج الأطفال، نعم، يأتي هذا العم سكار فيقتل الأسد صاحب الملك، ثم يطلب من ابن أخيه الوريث أن يهرب. بعد فترة في قرد، يعني مثل العراف، القرد ماذا يريد أن يفعل بهذا الأسد الصغير بعدما كبر؟ يريد فقط يبعث فيه الروح بأنك ابن الملوك، بأن تعرف مكانك تحت الشمس. فهو كان هذا اعتاد أن يبقى مع الخنزير وهذا صديقه الآخر، مع صديقه الآخر. جاء هذا القرد ذكره بأنك ابن الملوك من سلالة الملوك. الشعر يجب أن يكون، أن توقظ هذه شباب الأمة، أن تعرفوا بأنكم أبناء السادة الذين ملكوا الدنيا، الذين فتحوا الدنيا وقاوموا إمبراطورية الفرس والرومان في وقت واحد، وهم، نعم، كانوا أناسا بسطاء لا يلفون أحيانا الوقع
على أقدامهم حتى سميت غزوة ذات الرقاع لفقرهم وعوزهم. عندما تدخل عندما دخل سيدنا ربيع بن عامر ربيع بن عامر إلى ملك الفرس قد تركوا الخيول وربطوا عقدوا أذنابها بالذهب والنمارق المعروفة النمارق الفرس والوسائد المعمولة بالذهب. فدخل ربيع بن عامر بدوي، ربيع بن عامر كان بدويا لكن يعرف ما عنده، فأمسك الرمح أولا خرق إحدى الوسائد التي دفعت فيها المئات الدنانير ففعل فيها خلقا وربط بها بغلته، ثم دخل وهو يحمل الرمح ويخرق هذه الوسائد. عندما تنظر إلى هذه الحضارات بهذه العزة وبهذا الشمم لن تتأثر وستبقى محافظا. أنا أريد من الشعر ومن اللغة العربية من الشباب أن يكون هكذا هو شعوره. الأسد يكون مجروحا لكنه رغم جروحه بصرخة واحدة تخضع له بغاث الطير وضعافه وتبعث روحه قوية من جديد. خذنا إلى هذه القصيدة القصيرة. القصيدة هذه أنا رأيت يعني في قصيدتان عن هذا الشيء. واحدة رأيت طلابا في إدلب يلبسون أحذية ممزقة تظهر منها أصابعهم ومليئة بالطين في المدرسة، فكتبت عليها قصيدتين على هذا المنظر. سنقرأ القصيدة الأولى، القصيدة الأولى وبعد الفاصل نذهب إلى الثانية. تفضل. يا هذه الأقدام التي كانت ممزقة، يا هذه الأقدام عمت صباحا، يا هذه الأقدام عمت صباحا، كم تحملين مع الهموم جراحا، كم قد غدوت إلى همومك باكرا لكن غدوك لم يلاق رواحا، كم قد خطوت وما وصلت لغاية ووطئت من شوك الطريق رماحا، كم قد صليت بحر نار وعودهم فجنيت من تصديقهم أتراحا، تسع من السنوات مرت يا لها من حالكات قد جمحن جماحا، فكأنها في الهم زادت تسعة فوق فوق المئات ثلاثة ونواحا، فأولو السياسة غلقوا أبوابهم وأولو الحماقة ضيعوا المفتاح. نتمنى أن يستعيد أبناء سوريا أبناء الوطن العربي الصادقين هذا المفتاح بحيث يستدلون بكل الود والحب والوعي إلى باب الخلاص والحرية. لا فضفوك سيد مناف بعاج الشعر السوري، لابد من استراحة شعرية مع شاعر آخر الآن نتابعه أنا وأنت، ما رأيك؟ لا بس مشاهدينا الكرام، إذن نخرج وإياكم الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، نتابع هذه القصيدة لأحد الشعراء ومن ثم نواصل ما في جعبة شاعرنا من قصائد ثائرة، ابقوا معنا. آتي ربيع القوافي حاملا بلدي في القلب في العين في الأوراق في الكبد، لا حد لا عد لا حبر استعرت فما يخط قلبي لا تقوى عليه يدي، حملت من بردى سقيا لأفئدة لم تسق بعد حصار القمح من أحدي من دمعة الأم من طفل بكى فزعا من البقايا التي فكت عن الجسد، من دمعة الأم من طفل بكى فزعا من البقايا التي فكت عن الجسد، من حق ثورة قلبي أن يكون لها في جيد من خانها حبل من المسد، من حق ثورة قلبي أن يكون لها في جيد من خانها حبل من المسد، سيتعبون ورائي لا فناء لمن يعيش حرا فما للرفض من أمدي، سيرحلون ويبقى صوت قافيتي أنشودة الحب للأجيال في البلد،
سيتعبون ورائي، لا فناء لمن يعيش حرا، فما للرفض من أمدي سيرحلون، ويبقى صوت قافيتي أنشودة الحب للأجيال في البلد. إن المنصة تعلو حين تصعدها قصيدة تحمل الآباء للولد. إن المنصة تعلو حين تصعدها قصيدة تحمل الآباء للولد، قصيدة مبتداها أم معتقل ومنتهاها بأن لا حكم للأبد. حياكم الله أعزائنا المشاهدين من جديد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم ضيف هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد الشاعر السوري مناف بعاج. قبل أن نذهب إلى نقاش جديد نريد أن نستمع إلى نص جديد. نص جديد، كنت قد تحدثت قبل الفاصل عن القصيدة هؤلاء الأطفال إن كانوا يلبسون الأحذية الممزقة، لكن من بين هذا الظلام هناك بصيص أمل. نعم، هم ما زالوا يواظبون ويذهبون إلى المدرسة بوغم هذه الأحذية، فأنا تخيلت الطين العالق بأحذيتهم بأنه مسك. تفضل. فهذه قصيدة الطين الطاهر. الطين في هذا الحذاء طهور، وأخو الصلاة بجنبه مأجور، هذا الحذاء بعزه متعطر، هو للكرامة عنبر وبخور، مسك يضوع على الملوك بطيبه ليصير فيهم نخوة وضمير. يا أيها الأحرار في زمن الخنا، إن الخنوع مهانة وفجور، والخانعون رؤوسهم مخفوضة لا مثل طين زانه التعطير. كنتم أعزة قومكم ببلادكم، واليوم فار بمائه التنور، مطر السماء على المواطن نعمة، وعلى المهجر نقمة وسعير. يا أيها الأطفال طين حذائكم لليونيسيف الحبر والدستور، خطوا بطين حذائكم دستورنا كي تمسحوا ظلماتنا وتنير. إن الممالك أظلمت أرجاؤها، لا بيت فيها شأنه معمور، كي نقرأ التاريخ حرا صادقا، فلقد عثى برؤوسنا التزوير. حتى نتغلب على هذا التزوير سلمت بهذا النص الممتلئ حكمة ووعيا، ويدل الراغبين بالبصيرة إلى درب الخلاص الذي يبحثون عنه. لنتحدث الآن عن واقع شباب تحبهم، الشباب العراقي المنتفض في الساحات والميادين حاليا في عموم المحافظات العراقية. ما هي الرسالة التي يمكن من خلالها أن تثبتهم على ما هم مقبلون عليه من قرارات مصيرية وإصرار على انتزاع الحق ولا يزالون عليه محافظين؟ طبعا العراق، أنا سوري لكن هواي عراقي، أحب العراق حبا جما. عندما يدخل الإنسان في نفق مظلم، النفق مظلم لكن في نهاية النفق يلوح لك بصيص الضوء، فابق سائرا على هذا الطريق لأنك سوف تخرج في النهاية وتبصر النور. فأنا يوجد قصيدة كتبت، أكثر من قصيدة عن العراق، لكن نعم، منها بلاد ما بين الجرحين. ما بين الجرحين، يعني هي صح ما بين الوافدين، لكن جرح العراق وجرح الشام لأنهما مرتبطان. عراق الشام أم شام العراقي، كلا الأخوين مجروح المآقي، بكل منهما جرح عميق بعمق البعد يلهبه اشتياقي. فجرح الدير ينزف في ديالة وفي فلوجة زاد اختناقي، وللأنبار في حلب بواك على بغداد تبكي باحتراقي، وشام القهر قد شرقت بدمع لما اجترحت بها كف النفاق. أرى النهرين
دمعهما غزير وصخر القهر يؤذن بانفلاقي. أيا بنت الرشيد فداك روحي وقاك الله من أهل الشقاق. لقيت الذل من أبناء عم سقوك القهر من كأس دهاقي. عثت فيك الأقارب والأفاعي فهل تحظى سيوفك بامتشاقي. طبعا هي كانت قبل الأحداث الأخيرة، لكن بعد الأحداث، وطبعا تزامنت أحداث العراق مع أحداث بيروت. نعم تمام تفضل. فأيضا كتبت قصيدة ما بين بيروت إلى بغداد. تفضل. كانت نفس التصريحات التي أسمعها على ألسنة المسؤولين في بيروت، نفس التصريحات على ألسنة المسؤولين. قصلصق قصلصق، فقط تغير الصيغة. صيغة. تفضل. ما بين بيروت إلى بغداد بح النداء وصم صوت الحادي. فالجرح جرح واحد لكليهما فكلاهما قنص لدى الصياد. والحشد محشود على جمعيهما كي لا تقطع أذرع الإفساد. شبح الفراغ، فراغ الحكومي، شبح الفراغ عليه مفزاعة أسيافه سلت من الأغماد. عجبا لئن كان الفراغ خلاصهم فمتى ستكسب ربقة الأصفاد. ومتى ينال الخانعون حقوقهم إن لم يردوا الصاع للجلاد. ومتى بلا خوف تنام عيونهم إن لم يكحل جفنها بسهادي. إن الثعالب لن تزال عزيزة حتى تزلزل رقدة الآساد. حتى تزلزل رقدة الآساد. الآساد نائمة، ستبقى الثعالب عزيزة حتى تستيقظ الآساد من نومها، وقد استيقظت ولن تنام إن شاء الله. وهذا ما نتمناه طبعا الشاعر من البعجة. إذا أردنا أن نتحدث، ربما هناك من يحاول أن يزيد من إحباط هذه الأمة وبث يعني اليأس في نفوس شبابها. ما المطلوب اليوم من أبناء سوريا، أبناء فلسطين، أبناء العراق، أبناء ليبيا، أبناء كل الوطن العربي والوطن المسلم الممتد على طول الخريطة؟ ما المطلوب من هؤلاء الشباب حتى يزيدوا تمسكا وصلبا ووحدة في وجه المخططات التي تسعى إلى تمزيقهم وتفريقهم؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، كان في فتح مكة، في حصار، قبل فتح مكة في حصار، عندما كانوا محاصرين حصار الشعب، قبل بعد الشعب في غزوة الأحزاب الخندق، غزوة تحزبت الخندق. عليهم الأحزاب وهم يحفون الخندق، وطعن فيهم اليهود من الداخل، يعني فتنة داخلية وفتنة خارجية. وهم جوعى عراة، يعني الأحزاب حولهم أكثر من 10,000 جندي. فكانوا يحفرون الخندق، فاستعصت عليهم صخرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضرب الضربة الأولى، قال الله أكبر، فتحت عليكم الشام. أراه الله سبحانه وتعالى أن الشام ستفتح. الضربة الثانية، الله أكبر، فتحت العراق. الله أكبر، فتحت اليمن. فحتى قال المنافقون محمد وأصحاب محمد في الجوع والحصار ويبشر أصحابه بالفتوح. هل هو النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فتح العراق، اليمن وفتح العراق والشام؟ هل يراها؟ لم يراها، لكنه قال، وإنما كشفت له. قال لنا ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة الشتلة فليغرس، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. أحسنت. ما الذي سيستفيد من هذه الشتلة؟ قيامة قامت. نعم. لكن حتى تعلم أن الأمة أمة اقرأ، أمة زراعة، أمة عمل، أمة عمل. أنت قد لا، يعني أنا وأيت مرة في أمة فيلم، أمة عمل لا كسل. نعم. ليس فقط، أنا أتكلم عن المسلمين فقط. تفضل. في فيلم تبع القلب شجاع أبو يفهارت، هذا ميل جيبسون، يعني كيف الاسكتلنديين نالوا حريتهم من الاحتلال البريطاني. نعم. واحد منهم أبوه
طبعا بعد احدى المعارك كانت فيه جراحات ويموت بتجاهه الموت، فقال ولدي لا تبكي لا تبكي، انا هذه اجمل لحظات حياتي عشتها، انني عشت فيها حرا لكي اورث الحريه لمن بعدي. الله الله جميل، ان تعيش حرا انت، ان تعيش حرا وتورث الحريه لمن بعدك، هذا قد لا تستمتع انت باثام النضال. عندما مات مصعب بن عمير رضي الله عنه، جاءوا مصعب بن عمير كان من منعمي قريش، من المنعمين، اذا مر في الطريق يمر الناس يقول مر من هنا مصعب من رائحه عطره، فوضعوا عليه ثوبه اذا غطى راسه كشفت رجلاه، يا الله، واذا غطى رجليه كشف راسه، الكفن ما عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا راسه واجعلوا على قدميه الاذخر نبات. هنا مكمن القيمة الحقيقية لجوهر الوجود الإنساني. سيدنا مصعب مات لكنه وطأ الطريق لمن يأتي بعده. أحسنت. أن يعيش المسلمون منعمين في حرية. الصحابة الذين ماتوا أسرة عمار بن ياسر، من لحق صبرا على ياسر يراهم في التعذيب، لم يبقى منهم إلا عمار، سمية رضي الله عنها وأمه ياسر ماتوا تحت التعذيب، لكنهم بقوا صابرين وثابتين ووطأوا الطريق لمن جاء بعدهم. أحسن. أنه استلم الراية وعاش حرية. هذا العراق الآن إذا لم يبقى منتفضا لن تسنح له فرصة أخرى أبدا الدهر. أحسن. هذه الفرصة إذا لها ما بعدها. هذه الشمس إذا طلعت إن شاء الله لن تغيب مرة أخرى بإذن الله. لابد أن نخرج نحن الآن أيضا إلى فاصل، ومن ثم نعود إليك للاستمتاع بما تبقى من قصائدك سيد مناف بعاج شاعرنا السوري الجميل. الله يبارك. شاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير، ومن ثم نواصل ما تبقى من عدد هذا المساء من برنامجكم بيت القصيد، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد المتميز من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات ضيف هذا العدد الشاعر مناف بعاج من سوريا. مجددا نرحب بك يا سيد مناف. حياك الله وحياك أستاذ مصطفى. أستاذ مناف، دعنا نذهب الآن إلى حديث من نوع مختلف، وهو القيمة الإنسانية للقصيدة. هل فعلا الشعر فن إنساني؟ أم الشعر ديوان العرب؟ أم يمكن أن يكون هناك حالة مزج، أن يكون الشعر ديوان العرب وفن إنساني أو فنا إنسانيا أيضا؟ يعني يستطيع أن يبقى الشعر فنا وأن يبقى محافظا على إنسانيته. نعم. فالآن أكثر القصائد تأثيرا من الشعر العربي قصائد الوثاء، ليست المديح ولا الفخر. لماذا؟ لأن الناس جميعا تشترك في الحزن على الأموات. فانظر قصائد الوثاء، وخاصة مثلا هذا الهذلي عندما وثى أولاده الخمسة، أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، فقد خمسة أولاد. قالت أميمة ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت، ومثل مالك ينفع، فأجبتها أن ما لجسمي أنه أودى بني من الحياة، وودعوا أودى بني وأعقبوني حسرة بعد وقاد وعبرة لا تقلع. الخليفة أبو جعفر المنصور توفي ولده، فرجعوا من الجنازة، فدخل وقبل أن يدخل أحد قال اسأل البني هاشم من منهم يحفظ قصيدة العينية، قصيدة أبي ذؤيل، فلم يكن فيهم أحد. اسأل قريش، يعني الدائرة أوسع، من؟ فلم يكن فيهم من يحفظها. قال والله لفجيعتي بكم
أشد من فجيعتي بفقدي ولدي. يا الله. لأنهم لا يحفظون قصيدة. فسأل قال اخرجوا اسألوا في الخارج من الناس. فكان هناك رجل مرب، طبعا كان المربون يحفظون الأشعار يعلمونها للأطفال. نعم. فدخل عليه وعندما قرأ عليه القصيدة سري عنه، لأنه سمع قصيدة أبي ذؤيب الهذلي الذي فقد خمسة أبناء وليس ابنا واحدا فقط. فالشعر إنساء، يعني قلت لك لماذا أكثر الشعر تأثيرا هو الرثاء؟ لأننا نشترك بأحزاننا ودموعنا وأشراقنا، مشتركة في الأحزان والآلام، والألم واحد، فلا ينفك الشعر الإنساني عن إنسانيته رغم كونه فنا. كما أن الشعر العربي أيضا وهو لسان العرب لا ينفك عن فكرة أنه فن إنساني بإمكانه أن يستوعب الإنسانية جمعاء. طبعا، يعني الآن أنا في قصيدة لابن أخت تأبط، هي منسوبة لتأبط شروا، لابن أختي تأبط شروا، إن بالشعب الذي دون سلع لقاتيلا دمه ما يطل. جاء الشاعر الألماني غوتي، الشاعر العظيم الألماني، فيعني أعجب بهذه القصيدة جدا فترجمها إلى الألمانية. طبعا جاء بعض النقاد فطلبوا ترجمة غوتي إلى العربية. طبعا هذا الشيء حدث بمحمود شاكر رحمه الله لتأليف كتابه نمط صعب نمط مخيف، يعني الحديث عن هذه القصيدة وعن هذه الترجمة. فالشاعر الألماني غوتي، يعني لذلك هو محمود شاكر. ما اسم الكتاب؟ نمط صعب نمط خفيف. نمط صعب نمط مخيف. هناك كتاب اسمه سبب صعب سبب خفيف. لا، هي السبب الخفيف وربما كتاب آخر. أما نمط صعب نمط مخيف. نعم. يتحدث عن محمود شاكر رحمه الله، يتحدث عن ترجمة هذه القصيدة وعن أن العرب مهما كان هم أعرف بشعرهم من غيرهم. فالقصد أنه هذه يعني لم يستطع غوت إلا أن يترجمها. نعم. إلى لغته، لأنه تأثر بها كثيرا. ولأننا عرب وأعرف بشعرنا، نريد منك أن تعرفنا على القصيدة الجديدة. قصيدة جديدة علينا. الآن نعود إلى البوصلة التي هي فلسطين. تفضل. في الآونة الأخيرة، يعني تعرف الجمعة العظيمة، طبعا هذا الشيء انتشر ليس فقط في فلسطين، في القدس وفي الأردن ودول أخرى. فهذه السلاح هو الملجأ الأخير. نعم. نحن الفلسطينيين والعرب جربنا كل الأسلحة وبقي عندنا السلاح الذي كل مرة ننتصر به لكن لا نعود إليه. الملجأ الأخير هو الإيمان. تفضل. ملجأنا الأخير وناصرنا إذا عز النصير هو الإيمان. هو الإيمان كهف يحتوينا إذا الأقدام أتعبها المسير. هو الإيمان نبراس ونور إذا ضاقت بفتنتها الصدور. هو الإيمان حبل الله فينا يهيب بنا أن انتفضوا وثوروا ولا ترضوا بعيش الذل فيكم فإن الذل شر مستطير. وما عيش الذليل سوى سراب يكاد إذا نفخت له يطير أو إذا نفخت به يطير. تهدهده الأماني كاذبات وينسى أن عهد الذل زور وينسى أن عيش الذل موت وليس يطيقه إلا الحقير. إيه والله. وموت العز خير من حياة تسود بها الثعالب لا الصقور. أيا أحبابنا في القدس صبرا فإن النصر يصنعه الصبور. فإسرائيل أجمل خلق ربي وليس لها وإن نفرت نفير. وليس لها شجاعتكم ولكن لها مكر وكيد قد يضير. ولكننا جبنا فازدرينا وخوف الموت منحدر خطير. أيا أحبابنا في القدس إنا نساندكم ويمنعنا الخفير. تكاد قلوبنا شوقا إليكم بأجنحة الهوى حبا تطير. ولكننا تشرذمنا فصرنا كمثل الأسد خالفها الزئير. نزاعات الخلاف تنازعتنا غدت مكشوفة منا الظهور. بأيدينا نهدم ما بنينا بأيدينا ستنتزع الجذور. فهل نصحو من الظلمات يوما وهل يبدو لنا في الأفق نور؟ نعم يبدو وقد أضحى قريبا ودولاب الجهاد
غدا يدور. نعم أضحى وقد أضحى قريبا ودولاب الجهاد غدا يدور. هذا الدولاب الذي يعني تبشر بقرب دورانه أو بدء دورانه سيد مناف، كيف يمكن له أن يكون سبب نجاتنا؟ سبب نجاتنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت أمة الجهاد في سبيل الله إلا ذلت. دعك من كل الخلافات بين حماس وبين الطرف الآخر، ما الذي يجعل لها شوكة الآن؟ أنها لم تضع سلاحها من يدها. الله سبحانه وتعالى علمنا في صلاة الخوف حتى في الصلاة: خذوا حذركم وخذوا أسلحتكم. حتى في الصلاة أن نأخذ سلاحنا من أجل الوطن العربي الذي تحب وسوريا التي تنتمي إليها. كلمة للتاريخ، ماذا عساك قائل؟ يعني كلمة أو قصيدة؟ كلمة. الحق باق ولو تمال عليه الثقلان، وأهل سوريا وأهل فلسطين سوف يعود إليهم حقهم إن آجلا أو عاجلا، وسوف يعودون معززين مكرمين. إلى أهلك في دائر الزور ماذا تقول؟ يعني: هل بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبل به أحشاء صادينا؟ إلى القصيدة الختامية، وعلها تكون مسك الختام في هذا اللقاء الممتع الشائق. تفضل سيدي. يعني لابد من العودة إلى الوطن. أنا كتبت مرة قصيدة في إحدى الجامعات هنا، كنت أدرس فيها جامعة طرابلس، فقالت لي زوجتي: وهل نسيت جامعة دمشق ودمشق التي كنت تحدثني علي عنها؟ فأكملت القصيدة بها بهذا الكلام: تسائلني الحبيبة كيف أنسى بلادي والمغاني الرائعات، وجامعة بها كانت منارا نجوز بها حدود النيرات. فقلت لها: مثل الشام ينسى؟ أأنسى العشق من نهر الفرات؟ أأنسى الثلج يغسل وجنتيها ويسكب في الثرى ماء الحياة؟ أأنسى الورد يعبق في رباها يعطرها بأنفاس الصلاة؟ أأنسى معهد الحسني فيها ومن لاقيت فيه من الدعاة؟ فطمنا عن غوامك غير أنا نحن إلى وجوه الموضعات. فطمنا عن غوامك بالبعد والهجر غير أنا نحن إلى وجوه الموضعات. نحن إلى عبير الخبز فيها، نحن إلى طعام الأمهات، نحن إلى كؤوس الشاي فيها وللجلسات عند الأمسيات. لقد ذاب الفؤاد هنا غواما لعطر الشام في أرض الشتات. لعمرك إنني أقضي حياتي وأحيا في رحاب الذكريات، يكاد القلب من شوق إليها يطير على جناح الطائرات. يمرغ خده في غوطتيها لينسى بعض آلام الحياة. يمرغ خده في غوطتيها لينسى بعض آلام الحياة، ولكننا نداوي البعد عنها بأخذ العلم من شتى الفئات. لنبني إن رجعنا ما تهاوى ونصلح سوء أفعال العتات. ونصلح سوء أفعال العتات، هذا السوء الذي سينتهي وسيزول إن شاء الله قريبا بالشمس المقبلة التي تلوح وتلوح لأحبتها في الآفاق إن شاء الله. دعنا الآن نختم بطريقة مختلفة نوعا ما. سأطرح عليك 5 مفردات، وأريد منك أن تعطيني المعنى الذي يمثلك عن كل مفردة بعيدا عن معناها المعلوم والمتداول والمتعارف عليه. ماذا يمثل لمناف بعاج الخاتم؟ يعني شيء من، بالنسبة لي شيء من أبو جولة. بعض الناس يظن أن الفضة جائز فيلبس الطوق مثلا أو البلاك. هل أفهم من هذا أن الذي لا يلبس خاتما ينقصه شيء من الرجولة؟ لا لا لا، ليس هذا قصدي. قصدي إذا أردت أن تلبس تتزين بالفضة فهو شيء من الرجولة، فشيء من الرجولة بالخاتم. لا تلبس البلاك والطوق وتقول لي الفضة جائزة. ربطة العنق يعني زيادة يعني لا بأس بها ولا يضيع نزعها.
الشعرة الفضية في الرأس يعني نوم يجعله الله في رأسي العبد، وإن شاء الله أكون ممن قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إن الله لا يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام إن شاء الله. الخطوة هي أول يعني قدم على الطريق، الطريق دائما المشوار يبدأ بخطوة، وخطوة واحدة، خطوة يا صاحبي إن تغفلي ألف ميل صار بعد المنزل. لغتنا العربية يعني هي أمنا، فيا أم اللغات سلمت أما تهيب بنا أن يطرح الخصام. مهما كان الإخوة مختلفين في يوم الجمعة ماذا يفعلون؟ يجتمعون عند أمهم على إناء واحد، على إناء واحد. الأم يعني كما يقال في المثل الأم تلم، فها أمنا اللغة العربية هي أمنا، ومهما كنا مختلفين ومتنازعين وتد الخيمة، فهذا الوتد الذي نتمسك به والحبل الذي نعتصم به. سيد مناف معاج، كنت سعيد جدا معك في هذه الحلقة التي لم تخلو من الحكمة ولا من الوعي ولا من النصيحة، وأيضا كان فيها من الشعر ما فيها. سعيد جدا بك، وأتمنى أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات العذبة الجميلة. الله نتشوف ونتبارك إن شاء الله. الله يبارك بيك ويسلمك ويجزيك خيرا والمشاهدين خيرا على أن احتملونا ساعة كاملة. هذا واجبنا، شكرا جزيلا. الله يجزاك ويبارك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا بحول الله رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.